مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج ضيف اليوم. المناضل الحقوقي والقانوني المحامي الأستاذ راجي الصوراني، الحائز مؤخرا على جائزة نوبل البديلة، الأبرز على مستوى الأراضي الفلسطينية إن لم يكن عربيا وكذلك على المستوى الدولي، فهو رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان طوال عقدين من الزمن أو أكثر، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهو مناضل كشف وفضح طوال عقود جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق. أهلا ومرحبا بكم أستاذ راجي الصوراني، ونهنئكم ونبارك لكم من خلال شاشة قناة الغد العربي بحصولكم على جائزة نوبل البديلة مؤخرا. أهلا بك أخ سيف. ماذا يمكن أن نقول في إطار لماذا نوبل ولماذا سميت بالبديلة، وما هي قيمة هذه الجائزة من خلال موقعكم وأنتم تستحقون بجدارة بشهادات مختلف الحقوقيين والقانونيين والمناضلين في هذا الإطار؟ شكرا أخ سيف على هذه المقدمة، وأريد أن أؤكد أن هذه الجائزة لا تنصرف لي بشكل شخصي أو للمركز الفلسطيني حتى وما يقوم به من أعمال في مراهقة مجرمي الحرب، بل بالأساس تنصرف إلى الضحايا من الفلسطينيين، إلى الداية والسموني وهدى غالية والمئات المئات الذين قضوا نتيجة ما مارسوا هذا الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. هي تنصرف للمظلومية الفلسطينية بالأساس، إذن للقضية وللضحايا كلاهم. أما من جهة أخرى، لماذا هذه الجائزة ولماذا أهميتها؟ هذه الجائزة تسمى بجائزة حصاد العمر، أي ليست نتيجة موقف هنا أو هناك، وليس نتيجة أمر آني أو طارئ، هي للقضية والموضوع. والقضية هنا نحن نتحدث عن جملة القضايا التي عملت عليها على مدار ما يقارب من 37 عام، والأمر الثاني الموضوع هو المظلومية الفلسطينية. إذن هي تتذكر الشعب الفلسطيني وتقر بالضحايا وحقوقهم وما مورس عليهم من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونحن بعد 65 عام من النكبة والقضية الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها. أما لماذا هذه الجائزة؟ هذه الجائزة جاءت عدد من الأكاديميين والمثقفين والمفكرين على المستوى الأممي نظروا إلى جائزة نوبل وكأنها جائزة انتقائية ومسيسة، وللحكومات قول كثير بها، لذلك أرادوا أن تكون جائزة بعيدة عن التسييس، وأرادوا جائزة أن تكون بعيدة عن الانتقائية أو العفوية، لذلك أقروا هذه الجائزة في العام 80، وحاملها هو المجتمع المدني الدولي، حاملها هو منظمة مستقلة مهنية مقرها السويد ولكن مؤسسها ألماني، وتضم في مجلس أمنائها ومن يقرر هذه الجائزة 65 من النخب من مختلف أنحاء العالم، من طوكيو وحتى نيويورك، من جنوب إفريقيا وحتى ستوكهولم وما بينهما، وهم من يقرروا حول منح هذه الجائزة. بعض أوساط تعتبر أن هذه الجائزة هي أكثر أهمية من أكثر نوبل مشروعية لكونها وأكثر مشروعية ليست سياسية، لأنها جراس روتس، يعني جاية من القواعد يعني، وليست من الحكومات أو بتدخلها. أستاذ راجي، أنت بدأت كمناضل فلسطيني في إطار العمل الكفاحي السياسي، يعني إذا تساءلنا لماذا انتقل الأستاذ راجي الصوراني من موقع العمل السياسي والكفاحي إلى موقع المناضل الحقوقي القانوني، أود أن تضعنا في صورة هذا الأمر، وأنت قد اعتقلت سابقا وقضيت سنوات في السجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا السؤال مهم جدا وشاكر لإلقاء الضوء عليه. بالتأكيد نحن في ظل الاحتلال، والمادة الأولى في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد على حق كل شعوب المحتلة في ممارسة كل أشكال النضال ضد المحتل. لكن بعد اعتقالي في المرة الأولى ومضي 3 سنوات و
المرور على جسدي بهذا المعنى البسيط والدقيق وأمام ناظري للمظلومية الفلسطينية، للتعذيب الذي مورس على المعتقلين وحتى على الأطفال منهم، وما يتعلق بهذا الملف الذي كان في ذلك الوقت مهملا، وعذابات وألام المعتقلين وذويهم لا أحد يعلم بها، واعتمادنا كثيرا على لغة وأدب البلاغة في توصيف الأمور بعيد عن الحقائق وبعيد عن الأرقام، عدم توظيف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في القضية، كان اعتقالي هو بمثابة فتح العين على حقيقة أن هناك مجال مهم جدا هو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوظيفه من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية والضحايا الفلسطينيين. وبتقديري أن استخدام وتوظيف هذا الأمر سيعطي بعدا رابعا وحالة من التفوق الإنساني والأخلاقي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية على هذا المحتل، وهذا ما يميز عادة ثورات. الأهم من هذا أن هذا كله لا يتناقض وأشكال النضال الأخرى التي تقرر القيادة الفلسطينية أي أشكال تريد أن تمارسه، وهو لا يمارس من قبل جهات سياسية، بل من يمارسه محترفون بمجال القانون الدولي والقانون الدولي هو متوازي ومتكامل مع كل الإنسان. أشكال النضال الأخرى بالضبط. لهذا يعني توظيف هذا الجانب من خلال تحصيل العلم والمعرفة والتميز به والسيطرة على الحقائق والوقائع، أنا بإمكاني أن أقول ببساطة شديدة ولا أدعي احتكار هذا الأمر، هناك حركة حقوق إنسان فلسطينية بدأت بمؤسسة الحق ومن أسسها ومن قادها ومن ثم فرخت حركة حقوق الإنسان في فلسطين، ونحن كنا في إطار هذا الجيش الرائع والعظيم الذي أعطى بعدا رابعا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو استخدام وتوظيف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو من شرعنا للمقاومة وأسس لها قانونا. من خلال هذا التاريخ الذي تقدمت به وتفضلت، في ظل هذا النضال المرير وبعض الملاحظات التي تسجل في أوساط مختلفة على مسألة النضال الحقوقي والقانوني في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي، كيف تنظرون لتقييم هذه التجربة وأنتم من وضع المداميك الأولى لهذه المنظمات الناشطة، وبعض الملاحظات على عمل المنظمات الحقوقية؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، وأنا بتقديري أن من حق أمثالي أن يفخروا بأنهم ينتموا إلى حركة حقوق الإنسان في فلسطين والحركة العربية بشكل عام. وعندما نقول عن حركة حقوق الإنسان في فلسطين، فأنا أستطيع أن أقول وبشكل قاطع أنها الأكثر مهنية وتميز واستقلال في عالمنا العربي، وهذه شهادة ليست على المستوى الفلسطيني بل على المستوى الأممي. باستطاعتي القول بأمرين، أننا لسنا مستقلين ومتميزين ومهنيين بشكل خاص، بل نحن الأكثر تميزا ومهنيا في العالم العربي، وأيضا بإمكاننا القول بشكل قطعي بأننا نسبق بمصداقيتنا ومهنيتنا المنظمات الإسرائيلية. إذن نحن نتكلم عن حركة هي جعلت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر الصراعات توثيقا بالعصر الحديث، أصبحت وبفضل ما مورس من عمل مهني مستمر على مدار سنوات وسنوات تجعل الإسرائيليين والمؤسسات الإسرائيلية اليو أن ووتش واليو أن مونيتور ومنظمة إمتر تسو وحتى الحكومة الإسرائيلية يقولوا بأننا نقوم بضدهم ما يسمى بالحرب القانونية دو فير، وينظموا 5 مؤتمرات دولية من أجل هذا الأمر. إذن بشأن ما يقال بأن إسرائيل كدولة إلى حد ما لديها قدر من الحصانة على المستوى الدولي، وأنها توصف بأنها الدولة الخارجة عن القانون وأنها مارقة، يعني السؤال فيما يتعلق بملاحظات البعض، ما جدوى وقيمة هذا النضال الحقوقي القانوني لفضح جرائم الاحتلال التي لا تعير أدنى اهتمام لهذا الأمر؟ يعني سؤالي في هذا الإطار إذا تكرمت. يعني أولاً
علينا أن نتعلم أن هناك بعد متعلق بهذا الصراع يتعلق بالسيطرة على الحقائق والواقع والأرقام والأسماء، ونحن نسيطر على هذه الأمور جميعا. الأمر الثاني أن قاعدتنا بسيطة، نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسوا ويمارسوا هذا الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأنا أؤكد للمرة الثانية أن هذا الصراع هو أكثر الصراعات توثيقاً بالعصر الحديث، ليس بالمفهوم الإعلامي أو الصحفي مع كل الاحترام لهذا الأمر، لكن بالمعنى القانوني. الأمر الثالث أن إسرائيل اتهمتنا طوال سنوات صراعنا معها بأننا الإرهابيين. إسرائيل تخشى وترتعب من الإتيان على المحكمة الجنائية الدولية. من هذه الخشية أنطلق لسؤال حول تخشى لأنها تعرف أنها وسياساتها مدانين. تابعتم في الحرب الأخيرتين الماضيتين أنتم بشكل خاص ملفات خاصة لإدانة قادة ووزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى أين وصلت هذه القضايا؟ أود أن تضعنا في صورة والمشاهدين كذلك في هذا يعني ومنع بعضهم من السفر وغيره. هذه نقطة أخرى أيضا تضاف لسجل عمل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن عبر عشرات من القضايا التي فرغت في بريطانيا ضد روني الموج، وفي إسبانيا ضد أبي دختر وبنيامين بلعيزر وجؤورا آيلاند، في هولندا، في جنيف، في أوكلاند، في نيوزيلندا، في أمريكا، في جنوب إفريقيا، في ستوكن، بات الإسرائيلي ومعظم هؤلاء القادة، عشرات منهم، هم مطلوبين للعدالة الدولية ويلاحقوا قانونا في أكثر من مكان، وبات لا يوجد إسرائيلي من القادة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلا ويسمح له أولا بعدم السفر دون الحصول على سيكوريتي كليرنس من قبل الحكومة الإسرائيلية. لا يسمح للبعض منهم بالتنقل والتجوال بجوازات سفر مزورة وبأسماء غير حقيقية كما حدث مع تسيبي ليبني. هناك لجنة دائمة تدور على مختلف دول العالم لتغير قوانينها خوفا من أن تسمح هذه القوانين بالملاحقة، وبعض من هذه الدول غير قوانينه كإسبانيا وكبريطانيا وكهولندا وكسويسرا. إذن هذه هنالك نتائج عمل موسى. إسرائيل جرمت من يدلي بمعلومات تدين أي من القادة الإسرائيليين بجرائم الحرب للحكم 9 سنوات بتشريع من اسمح لنا أستاذ راجي أن نستكمل هذا الحوار، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نواصل هذا الحوار واللقاء مع القانوني والمناضل الفلسطيني الأستاذ راجي الصوراني. أستاذ راجي، ماذا تقول بشأن من يرى بأن أدوات فعل وتأثير المنظمات الحقوقية والقانونية بعد هذه التجربة يفترض أن يعاد النظر في أدوات فعلها وتأثيرها تحديدا بالأوساط الفلسطينية في ظل تراجع دور الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ذلك مسألة ما يقال عن اتهامات للمنظمات الحقوقية والممولين والمانحين والأجندة التي تتبع بهذا الأمر، واللون السياسي لغالبية ومعظم العاملين في النظام أو المنظمات الحقوقية والقانونية؟ يعني أولا يجب ألا نخلط بين الحقوق والسياسي. نعم. بين منظمات حقوق الإنسان وعملها والعمل السياسي خيط دقيق على العاملين في هذا المجال، عدم تخطي وعدم خلط السياسي بالحقوق والحقوقي بالسياسي. من يعمل في مجال حقوق الإنسان تحديدا في فلسطين لا يمكن إلا أن يكون منحاز للمشروع الوطني بإطاره العام، لكن عليه ألا يخلط بين عمله واستحقاقات عمله وشروط عمله، وهي المهنية والاستقلال والمصداقية التي يجب أن يتمتع بها، والعمل السياسي. هذا لا يعني أنك لست مع الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، هذا لا يعني بأنك لا تؤمن بكافة أشكال النضال بما فيها حتى الكفاح المسلح، هذا لا يعني أن المظلومية الفلسطينية
يجب أن تنتهي فقط وفقط عبر النضال الحقوقي. كافة أشكال النضال هي مكملة لبعضها البعض، ولكن علينا عدم الخلط للأوراق بين السياسي والحقوقي. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني والذي له علاقة بموضوع التمويل، هذا الموضوع هو قديم جديد، ودائما يعني أسيء استخدام ووظف يعني للمهاجمة والادعاء على المنظمات الحقوقية منذ قديم، وهو أدب تسمع في غزة، تسمع في الضفة، تسمع في القاهرة، وتسمع في المغرب، وتسمع في العراق، لغة وتسمع واحدة في سوريا. للنظم السياسية. دائما هذه الأنظمة يعني تهاجم منظمات حقوق الإنسان. أنا ببساطة شديدة أؤكد على أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ودون تفصيل عملت فيما عملت عليه على مدار سنوات وسنوات، أثبتت مهنية واستقلالية ومصداقية، وأثبت نجاعة وفعالية. ما هو ناقص في عملنا ليست الأساليب وليست أدوات الاحتراف وليست المصداقية، هو وجود إرادة سياسية. السياسي لا يسمعنا، وبالتالي هناك كثير من الفرص. على ذكر وأنا السياسة، أعطي على سبيل المثال نموذجان يعني لا ثالث لهما. الأول، تم الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو من الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، ولعامين ونحن نرجو ونتوسل للسلطة الفلسطينية وتحديدا الرئيس عباس أن يقوم بكتابة رسالة من نصف صفحة يوجهها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كي يتم تفعيل المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل وقادتها. الأمر الثاني، كان لدينا من فترة قريبة نموذج ديربن. منظمات حقوق الإنسان أقامت الدنيا ولم تقعدها على هذا الاحتلال الإسرائيلي، التجري وفي المباشر. اللحظة التي تم لوي ذراع ورقبة 22 دولة عربية في ديربن في العام بقيت 2002، المنظمات لم الحقوقية تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب أن تلوي رقبتها، وصوتت 1117 منظمة أممية من كافة أنحاء العالم ضد 7 منظمات لا غير هي التي وقفت إلى جانب إسرائيل. نحن ما نريد هو أن تأخذ الحكومات تحديدا يعني السلطة الفلسطينية منظمة وتستثمر التحرير وتوظف. ببعض من توصياتنا، وأنا على يقين أن أستاذ رجل، يعني ما تفسيرك حقيقة لعدم ذهاب يعني الجهة الرسمية الفلسطينية سواء منظمة التحرير بعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل هذا الموقف صائب دقيق، أم أن بماذا تفسر أنت يعني كقانوني وصاحب خبرة وباع طويل في ظل حقيقة تعثر وما يشاع عن أنا تأزم المفاوضات والتسويق؟ لأني أنا لا أعمل بالسياسة ولست جهة إتهام سياسية، أنا جهة إتهام حقوقية. أنا لدي ببساطة في المحكمة الجنائية الدولية التالي، لدي ضحايا، لدي أرواح، لدي دماء، لدي السمونة والداية والمئات من الضحايا. هؤلاء نحن نمثلهم ونحن الأمناء على دمهم وآلامهم وعذاباتهم كما القيادة الفلسطينية. أنا لا أستطيع التوجه إلى هذه المحكمة الجنائية الدولية بإرادة منفردة إلا إذا قامت دولة فلسطين بمعنى آخر رئيس بالمعنى عباس الإجرائي بالتصديق والمصادقة على ميثاق روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية، عندها فقط أتمكن. أنا لا يوجد لدي أي مبرر على وجه هذه الأرض يمنع الرئيس عباس من التوقيع. يعني أنا وهذه لذلك ورقة أرجو ضغط قوية في أولاً ظل وثانياً وثالثاً ألا يتردد بلحظة واحدة، ولا يوجد تناقض أو تعارض بين مباحثات سلام بين مفاوضات وبين التوجه واستخدام وتوظيف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أستاذ راجي، باعتقادك وبتقديرك بعد هذا التوصيف لمسألة يعني نقل الملف
الفلسطيني القضائي والقانوني للأمم المتحدة ومنظماتها، هل سيأتي اليوم الذي تدان فيه القيادة الفلسطينية لعدم ذهابها مباشرة، تحديدا في ظل الانسداد والحديث على أن الملف الفلسطيني بالمعنى القضائي والقانوني هو من أكثر الملفات عدالة على المستوى الكوني والدولي، وبالتالي جرى تقصير في هذا الأمر والضحايا ما زالوا لحد اللحظة لم ينصفوا خلال ما فهمته من حضرتك؟ أنا من وجهة نظري لا يوجد هناك سبب على وجه هذه الأرض يمنع القيادة الفلسطينية من التوجه وللتصديق والتوقيع على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحديدا، والذي يقدم ويؤسس لمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، كما لا يوجد كان مبرر بأي مستوى بأي نوع على أن لا يتم تفعيل تقرير جولدستون وعدم الأخذ به ودفع منظمة التحرير ودفع السلطة الفلسطينية بهذا الاتجاه. أنا لا أعيش في عالم خيالي وأعيش العالم الواقعي، وأعرف أن هناك ضغوط سياسية كانت غير طبيعية وغير عادية مورست على هذه السلطة وعلى الرئيس عباس، لكن مع ذلك أنا بالنسبة لي لا يوجد مساومة على هذا الأمر، بالعكس أنت تطالب مباشرة يعني الرئيس هو هذا عباس. شكل من أشكال النضال مطلوبة، ويجب على القيادة الفلسطينية أن تضعها على رأس أولوياتها. الاستيطان جريمة حرب، التطهير العرقي للقدس والتهويد هو جريمة حرب، الجدار هو جريمة حرب، جدار فصل عنصري، الحصار على غزة جريمة حرب. نحن لدينا ملف بامتياز يدين إسرائيل بكل ما تمارسه ويشكل جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لو انتقلنا قليلا أستاذ راجي لملف واقع الحريات في الأراضي الفلسطينية، وهو ملف شائك، وأنت تعلم بأن مسألة الانقسام الفلسطيني وملف المصالحة يتحدث طوال الوقت عن قضية غاية في الأهمية وهي قضية الحريات وكذلك المصالحة المجتمعية. المنظمات الحقوقية وأنتم على رأسها توصف بأنها أحيانا تكون مترددة في يعني متابعة، ليس متابعة بقدر يعني توجيه الإدانة لواقع الحريات في الأراضي الفلسطينية. كيف تنظر لهذه التجربة بعد سنوات الانقسام والأفق المنظور، بماذا تنبئ في ظل؟ يعني لما أقول عندما أثبتت يا منظمات حقوق الإنسان تفوق إنساني وأخلاقي ومهني واستقلال وتميز عن المنظمات العربية وهي أفضل بما لا يقاس من المنظمات الإسرائيلية، أنا لا أقول هذا بإدعاء، هذا يشهد به العالم كله، لأننا حتى مع سلطتنا الوطنية وعندما جاء الرئيس عرفات ملكا غير متوج لفلسطين تم انتقاده، وأنا كنت أول معتقل سياسي في ضد السلطة الفلسطينية عندما انتقدت وبشدة محاكم أمن الدولة وانتقدت تفعيل قانون الطوارئ للعام 45، وعندما انتقدت تعذيب أفضى إلى موت في ذلك الحين واعتقالات واسعة، وهذا هو ما يؤهلنا عندما دافعنا عن حماس والجهاد والجبهة الشعبية في ذلك الوقت كي نستطيع أن ننتقد حماس. نحن لا نشتغل بمعايير مختلفة، وشكرا للاحتلال الذي ولدنا في رحمه. نحن لم نولد كحركة حقوق إنسان فلسطينية في ظل ظروف عادية، بل ولدنا في ظل احتلال وقهر وقمع، وكنا قادرين على قول الحقيقة للسلطان الجائر، ودفع بعض من قادة هذه الحركة جل سنوات عمرهم في ثمن لهذه المواقف. إذن حركة حقوق الإنسان في ظل الاحتلال وقفت وواجهت المحتل وتحدثت بلغة قاطعة واضحة، عندما جاءت السلطة لم تكتفي فقط بأجندة الاحتلال بل أضافت عليه جندة السلطة الفلسطينية وتكلمت عن ديمقراطية سيادة القانون وحقوق الإنسان. وعندما حدث الانقسام أنا بتقديري تمتعت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بجرأة فاقت بمراحل القوى السياسية التي كانت طرفا به.
أستاذ راجي، يعني كيف تنظر لواقع الحريات في هذه المنطقة وتحديدا في البلدان التي شهدت ثورات؟ أنا بتقديري الشخصي أن ما حدث في عالمنا العربي قبل 3 سنوات هي ثورة بكل المعايير والمقاييس وفقا للمفاهيم العلمية للثورة. لم تكن الشعوب العربية غبية أو مسيرة، ولم يكن يقودها CIA، هي قامت منتفضة على أنظمة فاسدة قمعت وقتلت ونهبت وسرقت وفسدت وأفسدت في عالمنا العربي، وأصبحت حياة الشعوب كالجحيم. لكن للثورة أعداء وأعداء كثر، والثورات دائما وأبدا بالإمكان أن تخطف وبالإمكان أن تسرق وبالإمكان أن تحرق وأن تنحرف. وما حدث أن أعداء الثورات العربية قفزوا في المركب، وتم في كثير من المواطن والمناطق حرفها وخطفها وأحيانا قتلها. ولكن يجب أن يكون أن نكون واقعيين، هناك انحرافات. أنا على يقين أن الثورة في النهاية ستصحح نفسها وستنطلق بالاتجاه الصحيح. التيارات الإسلامية وتحديدا القوى المتشددة جدا منها ببعض الممارسات والسلوكيات والمنتشرة على مساحة المنطقة العربية من العراق إلى سوريا إلى تونس إلى ليبيا إلى الجزائر إلى غيرها من هذه المناطق واليمن جنوبا إلى آخره، كيف تنظرون إليها يعني كسؤال أخير في ظل هذه الممارسات المعممة والمخاوف الكثيرة من هذا النمط في المساس دوما بحياة البشر والناس وهي أساس الحقوق للإنسان، الحق في الحياة؟ الإسلام السياسي هو جزء من واقعنا، شئنا أم أردنا. وفي لحظات معينة في التاريخ العربي كان هناك حدث نقوض للقومية العربية، وهذا أمر عادي وطبيعي. وفي مرحلة أخرى كان هناك حدث نهوض لليسار العربي والتيارات الماركسية العربية، وهذا أمر طبيعي وعادي. ليسوا كلهم سواء، ولا تستطيع أن تعمم الأمر. كل من يقبل في القواعد المتعارف عليها في الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ويقبل بالآخر ويقبل بالتداول السلمي للسلطة، أهلا وسهلا. كل من لا يؤمن بهذه القواعد المتعارف عليها ليس فلسطينيا وليس عربيا بل دوليا وأمميا لا يمكنه أن يكون جزء منها. وبالتالي يعني يجب ألا نخلط بالإسلام السياسي كمفهوم عام وبين بعض من يمارس الإرهاب باسم السياسة. مرة أخرى نبارك ونهنئ لك حصولك على جائزة نوبل البديلة القانوني والمناضل الحقوقي الأستاذ المحامي رجي الصوراني، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة، وأشكركم بدوري أعزائي المشاهدين، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء.